سحرها المستديرة والملاعب وأخبار الرياضة المحلية والعالمية بصحبة زميلتنا هلال حملاوي. تفضلي هلال. شكرا مصطفى، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. بنبدأ نشرتنا الرياضية مع إقرار إقامة ودية المنتخب الوطني أمام تونس اللي هتتلعب يوم 12 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي، وده ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. كمان أنهى محمد غرابة مدير المنتخب الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب واللي هينطلق يوم 4 والحد يوم 12 سبتمبر اللي جاي في القاهرة. النادي الأهلي استلم مبلغ 1.5 مليون دولار قيمة القسط الأول من صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب خط النص في الفريق الأحمر السابق إلى نادي الوكرة القطري، والبالغ 3.250 مليون دولار بعد الموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيل اللاعب إلى قطر. ومنتخب سيدات الكرة الطائرة فاز على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3-1 في إطار ثالث مواجهاته في البطولة الأفريقية اللي بتستضيفها الكاميرون في العاصمة ياوندي ضمن المجموعة الأولى. فريق كرة اليد بنادي الزمالك فاز على نادي الهدى السعودي بنتيجة 28-24، وده في ثالث مواجهاته في البطولة العربية في السعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب. فريق رجال كرة اليد في نادي البنك الأهلي فاز على فريق الحشد العراقي بنتيجة 33-29 في تاني مواجهاته في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب. وكمان ناشئين فريق وادي دجلة نجحوا في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق الخيطان الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة العربية للجودو والمقامة في مدينة العلمين الجديدة. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد تعيين سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول لحد 2026 خلفا للمدير الفني السابق روبرتو مانشيني واللي سبق وتقدم باستقالته من منصبه. وثي ووكت جناح فريق أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر يناهز 34 عاما بعد انتهاء تعاقده مع ساوثهامبتون في يونيو الماضي. نجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وصل للرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من أجل الانضمام لصفوف فريقه الجديد الهلال واللي انضم ليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما من ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي. ونادي الهلال السعودي كمان أعلن رسميا التعاقد مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو قادما من صفوف أشبيلية الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه في مركز حراسة المرمى. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، هنروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل فقرات صباح الخير يا مصر.